باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هقول لكم بالعربي كلمتين انتوا سمعتوا بالإنجليزي التفسير بتاع ان اللي يجي ورايا وما يكرهش أبويا وأمي ووائل آخره لا يقدر أن يكون لي تلميذا. أنتوا سمعتوا التفسير اللي قاله اللي ملخصه أنه لو حصل تعارض لازم نفضل محبة المسيح. بس أنا عايز أديكم كمان ده كلام سليم جدا وفي تفسير تاني لكلمة من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. في تفسير تاني بالإضافة للي انتوا سمعتوه تفسير تأملي. إيه هو إنه المحبة للمسيح لا تقارن؟ بمعنى إن مثلا واحد فيكم عنده ولدين، ولد وبنت، بنتين وتفر، ويجي مثلا يضرب حد فيهم بسبب حاجة معينة أو يحرم حد فيهم من حاجة ويديها للتاني، فالتاني بيقول إيه؟ يا بابا ويا ماما أنت بتكرهني، مش كده؟ يقول له أنت بتكرهني وبتحب أخويا وأختي أكتر مني. وممكن الطفل ده يكون عارف في داخله إن أبوه أو أمه بيحب، بس ليه قال كلمة كراهية؟ لأنك يا بابا ويا ماما بتحب أخويا أو أختي أكتر مني، فتفسرت عند الطفل إنه بيحب واحد وبيكرهني أنا. لكن في محبة ولا ما فيش محبة؟ لا، في محبة. هل الطفل مقتنع إن في محبة؟ ممكن يكون مقتنع إن في محبة، بس بالمقارنة. أنت يا بابا ويا ماما بتحب أخويا أكتر مني، فتحولت إلى لفظ كراهية. فاللي أنا عايز أقوله في التفسير التأملي إيه؟ إن بمقدار ما محبة الإنسان للرب تزيد 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 لدرجة إن كل محبة أخرى تكاد تكون بالمقارنة كراهية. وصلت ولا لسه؟ يعني أي محبة، لأن هو المسيح قال لنا برضو أكيد نحب مش بس والدينا ونكرمهم ونحب حتى أعداء، فمنين بقى؟ لا المحبة موجود ونلتزم بيها، بس إذا قورنت بمحبة الإنسان للرب تكاد تكون كأنها كراهية. بمعنى قد إيه تتفوق محبة الله على أي محبة في العالم. علشان كده أبائنا إحنا الشهداء ضحوا مش بآخرين بحياتهم وبدمهم في سبيل إنهم يعيشوا في الأبدية مع المسيح محبة في شخصه وليس كراهية. ده حتى كانوا بيصلوا من أجل اللي هم بيقتلوهم. كانت اللحظات اللي استفانوس بيستشهد فيها وبيرجم فيها بالحجارة وبيهان، كان الصلوة الوحيدة اللي بيقولها كده: يا رب إيه؟ لا تقم لهم هذه الخطية. دي محبة ولا كراهية؟ لكن محبته ليهم ولخلاص أنفسهم
تقارن بمحبته للمسيح اللي بيضحي بحياته علشانه؟ فهمتوها الحتة دي ولا لأ؟ واضحة؟ الهجوم ده علامة الفهم والقبول ولا علامة عدم الفهم؟ مش عارف. واضحة ولا لأ؟ أوكي. ده تفسير تاني بالإضافة إلى حتة إنه لو حصل تعارض زي ما قال لكم مارك في العظة. على فكرة هي مش مفروض العظة بس للشمامسة وللصغيرين بس، يعني برضو للناس الكبار يسمعوا ويفهموا. طيب دي حاجة بخصوص المحبة. وبعدين هو بيقول إيه؟ لا يقدر أن يكون لي تلميذا. التلميذ هنا بمعنى حقيقي، لأن احنا فيه كتير جدا تلاميذ ومؤمنين ومسيحيين ولكن ملهمش علاقة بالتلمذة الحقيقية للمسيح. عشان كده المسيح له المجد كان فيه ايه؟ بيقول لك كده في اول الفصل، وكان جموع كثيرة سائرين معه. ما بيهموش العدد، ما بيهموش الكثرة، لكن هو بينقي منهم اللي يقدر يكون ليا تلميذ. اي واحد فينا مطلوب منه ان يبقى تلميذ للمسيح، مش بمعنى الرسل بالبشارة اللي بيعملوها بس، ده ممكن تبقى انتوا رسل بسلوككم وبتصرفاتكم وبسكونكم. لدرجة انه لما بولس الرسول في مرة كان بيتكلم على المرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، والرجل غير المؤمن مقدس في المرأة في بداية المسيحية يعني، فبيتكلم على الستات بيقول انتوا ممكن تكونوا عظة للرجال مش لازم بالكلام ولكن بالسلوك، حتى أن الذين لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. شوفوا في عظات كتيرة جدا بدون كلمة، زي ما في صلوات بدون صوت، زي ما في مشاعر حب بتترجم لأعمال مش لأقوال. ياما يعني انتوا شفتوا مثلا اتنين كده زعلانين من بعض وبيتخانقوا مع بعض، واحد فيهم يقول للتاني المسيح قال ان يعني نسامح ونغفر، يقول لك ايوه انا مسامح بس باقي التصرفات ما تدلش على السماح ابدا. ملاحظين الحكايه دي وبتشوفوها ولا لا؟ كلامنا بيبقى حاجه والفعل هنا بقى التلمذه. التلمذه بمعنى انك انت تعبر بسلوكك عن مسيحك. وهنا المسيح ما يحبوش الشكليات، المسيح ما يحبش الشكليات. عشان كده قال لنا ايه؟ من يأتي ورائي ولا يحمل ايه؟ ولا يحمل ايه؟ عايز اسمعها. ولا يحمل صليبي؟ صليبه. ليه؟ لان كتير جدا جدا مننا حامل الصليب بتاع المسيح، حامل صليب المسيح بس حاجة شكلية، لكن يحمل صليبه، الصليب اللي بيديه المسيح للبني آدم يحمله بشكر، هي دي التلمذة الحقيقية. اللي انا اكتفي بكده، لكن قبل ما اخلص عايز ارجعكم شوية كده. معرفش انتوا بتسرحوا اثناء الرسائل ولا لا؟ شوفوا في رسالة معلمنا في الكاثوليكون بطرس الرسول الأولى بيقول إيه؟ وأما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا، معرفش ممكن يطلعوها هنا،
فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائما فيكم بعضكم لبعض. ليه بقى؟ لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. حد فينا بيفضح غيره؟ حد فينا بيقعد يعاتب ويطلع اللي قدامه غلطان، أنا بس اللي مظبوط؟ لكن إيه؟ تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم لبعض. بنحسد بعضينا البعض، بنشوف فلان كويس أنا عابق زيه عايز أبقى أحسن منه، ولا بنحترم هذه المواهب وبنستخدمها بعضينا لبعض. كانوا زمان بيبيعوا كل ما لهم ويجيبوا كل الأموال دي تحت أقدام الرسل، ويجي الرسل يوزعوا لكل واحد بحسب احتياجه. هل إحنا نقدر نتخيل المنظر ده؟ إحنا نبقى في سماء على الأرض، لكن كل واحد عايز اللي ليه، واللي ليه مش علشان استحقاقاته بس وعلى حساب غيره، وليه غيري ياخد وانا لا. حتى يعني كمان بعض الناس لما تيجي تصلي تقول يا رب ليه هديت فلان وما اديتنيش انا، ليه انا بطلب الشيء الفلاني وسمعت لفلان اللي ما يعرفكش وما يحبكش وما مش عارف وضدك ومش عارف ايه وانا ما استجبتليش. في عندنا حياة الرضا والساتسفاكشن والغنى الداخلي. مرة بولس الرسول قال إيه؟ كفقراء على نفسه هو والرسل، كفقراء ونحن نغني كثيرين. يبقى منين واحد فقير وبيغني كثيرين؟ بحياة الرضا، بحياة الاكتفاء، بحياة الشبع. لما الإنسان بياكل وهو جعان لغاية لما يشبع، بعد ما يشبع وحتى يشبع أكتر من اللازم، مهما تجيب له مش قادر ياكل، مش قادر يشرب. لما الواحد بيجي يشرب وهو عطشان بيجي المرحلة من المراحل مش قادر يزود ولو بق مية. الشبع الامتلاء يخلي كل حاجة قدام البني آدم رخيصة. فكذلك محبة الإنسان وعشرة الإنسان بالمسيح كل ما تشبع بيها، كل ما يكون ما عندكش اشتياق ولا شهوات لحاجة دونه، عايز تمتلي منه أكتر، عايز تحبه أكتر، عايز تتملك ويتملكك أكتر وأكتر علشان تصل للمرحلة اللي فيها أنت وهو تتحدوا ببعض. هنا بقى التلمذة الحقيقية اللي هي اللي يجي ورايا وما يحبش فلان وفلان وفلان أكتر مني مش هينفع معايا. بمعنى حب المسيح يملكك. إحنا بنقول له يا ملك السلام وما أبعدنا عن ملكه، بنقول له ليأتي ملكوتك فأبانا الذي، وإحنا عايزين أن يدينا ملكوت أرضي ويستجب لنا الشيء الفلاني والعلاني ويصلح لنا الكون ويصلح لنا الناس اللي حوالينا، وكمان لو ما حصلش نلومه أو نقول ده ما بيستجب لناش. كانوا الآباء علمونا إنهم لما يجوا يصلوا لربنا لو بيمروا في ضيقة، حينما يصلون إلى الله لا يطلبون الخلاص من التجارب والألام بل المزيد مع قدرة للاحتمال.
حد فينا بيعمل كده؟ في حد لما بيمر بضيقة يقول يا ربي لو أنت عايز تجيب لي زيادة هات، بس اديني معاها احتمال. ده إنسان شبعان بالمسيح، لكن اللي جعان جدا للعالم عايز يعيش أحسن من غيره ويعيش على حساب غيره وما يحبش إلا نفسه، ده ما يقدرش يكون للمسيح تلميذ ولإلهنا المجد الدائم.